نرحب فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم نجوم اللعبة. احنا اليوم متواجدين في نادي اليرموك وعندنا لعبة جدا مميزة وتغطية لكرة القدم. خلكم معنا بعد الفاصل نتابع معكم هذه اللعبة. السلام عليكم. كابتن معز قسومي من تونس، متحصل على ليسن كاف اي، مدرب فريق براعم نادي اليرموك الرياضي. حبيت نوضح نقطة قبل كل شيء، اللي المرحلة هذه مرحلة تحت 13 سنة هي مرحلة تكوين واكتشاف وصقل المواهب الرياضية، خاصة اللي النادي هذا يسخر بعديد المواهب الرياضية، والمهمة متاعنا احنا هي تكوينهم وصقلهم، وهذه مهمة مش سهلة. الموسم اللي الفارط تمكننا باش كوننا عدد كبير من اللاعبين وساعدناهم فريق 15 تقريبا 16 لاعب او 17 لاعب، هذا الى جانب وصولنا الى المركز النهائي كأس الاتحاد، وان شاء الله السنه هذه ننزلوا على نفس المنوال السنه الفارطه، وان شاء الله نوصلوا نهائي الكاس ولما لا اخذ كاس السنه هذه. وبالنسبه للفريق يعني هو يزخر بالعديد من المواهب الشابه. الموسم هذا بدايه الموسم لقينا بعض الصعوبات، يعني تقريبا بدينا بخمسه ست لاعبين فقط مواليد 2006، الحين ما شاء الله عنا تقريبا فوق ال 25 لاعب. بدينا بداية صعبة شوية في الدوري، لكن من مباراة لمباراة قاعدين نتحسن ومستوانا قاعد يتحسن شوية شوية، وإن شاء الله في الكاس نسوي شيء طيب. بخصوص التحفيز النفسي للاعبين، احنا نحاول نجهزهم قبل المباريات، يعني بالتمارين أهم شيء، خاصة بالتمارين نجهزهم نفسيا ونقول لهم اللي يعني عادي اي فريق نلعبوا له احنا الند في الند تقريبا، يعني احنا كلنا مواليد 2006 و2007، يعني مش مشكل تلعب ضد فريق يكون قوي عليك القادسية او الكويت او شيء، يعني هم تقريبا نفس الاعمار متاعنا، يعني ليش تتوهق منهم الفرق هذه، ولا ليش العب عادي، العب على امكانياتك، العب على. وحققنا يعني حتى بعض النتائج بخصوص التحفيز النفسي، مثلا لعبنا مباراه كاظمة كانت مباراه صعبه جدا، وكانوا اللاعبين خايفين شويه في التمارين، لكن حفزناهم احنا والاطار الفني كامل. نطلع معكم أعزائي المشاهدين فاصل ثم نرجع نستكمل معكم بقية حلقتنا. معنا عبد الله الرومي أحد لاعبين نادي اليرموك لكرة القدم. عبد الله، كلمني بدايتك في نادي اليرموك وكرة القدم بالذات، سبب يعني اختيارك لهذه اللعبة. والله بدايتي يعني دشيت النادي من كان عمري 5 تقريبا، وكملت يعني لعبت وصلت للحين والحمد لله كل شيء تمام. ما شاء الله. عبد الله، انت قلت لي يعني كان وزنك عالي بدايه دخولك النادي، والان ما شاء الله قاعد تضعف مع الرياضه، يعني استفدت منها بشكل كبير. اي والله. زين، لما نشوف كره القدم يعني هي لعبه شعبيه، يعني تجتذب العديد من اللاعبين، فصعب الواحد يلاقي مكان اساسي، شلون الواحد يثبت نفسه في هذه اللعبه؟ لازم تكون معتمد على نفسك وان تثبت نفسك بالملعب. وين مكانك داخل ملعب عبد الله؟ بالنص. نص تلعب. زين، شنو مميزات او لاعب النص اللي يتطلب او ادواره بالملعب مثل ما نقول؟ انه يستلم باص يردها، وانه يشوت، ويعني يتحرك بالنص. هو
يعني عين اللاعبين او كنترول يكون من عنده هو الميزان لاعب النص، شلون تشوف الادوار الهجوميه والدفاعيه؟ الواحد لازم يوازن بينهم ولا في فرضا لاعب نص يكون دفاعي ولاعب نص يعني هجوم مثل الارتكاز كرة القدم الحديثه؟ اي انا العب نص هجومي، فالدفاع عندي مو ذاك الزود، فالعب هجومي يعني تحت المهاجم تقريبا. ما شاء الله تحت المهاجم، تعتبر مرات يعني مهاجم ثاني. اي كم حطيت جول هالموسم؟ هدفين. هدفين بس؟ اي يعني موسم كامل هدفين شويه معد. بس يعني ان الموسم لعبت تقريبا نص فوق الارتكاز، فبس اصنع وجي. يعني ادوارك اسيست، كم اسيست؟ تقريبا سبعه كذي. يعني معدل زين. لما نتكلم عن لعبة كرة القدم، شلون تشوف يعني الواحد عشان يثبت نفسه أساسي لازم يتطلب جهد كبير، فشلون الواحد يعني يحافظ على التمرين ويكون متواجد في ظل الدراسة؟ يعني المفروض يوازن بين الدراسة وبين التمرين، ويعرف مثلا وقته حق الدراسة ووقته حق التمرين مثلا يدرس. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أنا جيت اليرموك إن شاء الله يعني بطور مهاراتي مني، وإن شاء الله بتحفيزكم طبعا أدش منتخب وأشد حيلي وسوي اللي علي، وان شاء الله كل شيء تمام. عبد الله، متكلم عن رياضه كره القدم، هي الرياضه الشعبيه الاولى بالعالم يعني مو بس بالكويت، اكيد اللاعب او عدد اللاعبين في نادي اليرموك وكل الانديه بشكل كبير يعني اقبال يومي، شلون اللاعب يثبت نفسه ويثبت يعني قدمه في التشكيله الاساسيه؟ طبعا مع التمرين والالتزام كل شيء ان شاء الله يكون سهالات، وتسوي كل شيء بنظام وان شاء الله كل شيء تمام. ما شاء الله، شلون تشوف نفسك في وسط المنظومه؟ هل اثبت نفسك قادر تاخذ مكان اساسي؟ الحمد لله على كل حال، انا منتظم بالتمارين وقاعد اشد حيلي، وكل مره ان شاء الله قاعد العب اساسي. ما شاء الله، شلون تشوف يعني مركزك داخل الملعب؟ وين تلعب؟ جناح ايسر وقلب دفاع. ما شاء الله، يعني ما في علاقه كبيره بينهم هم الاثنين، فشلون قدرت انك تثبت نفسك في هالمركزين، في مركز هجومي ومركز يعني دفاع؟ شو اسمه؟ يعني اشد حيلي مباراه شو اسمه؟ بالدفاع قوي، ان شاء الله شو اسمه؟ اروح هجوم اشد حيلي من هناك، ان شاء الله اقول. يمديني اسوي كل شيء ان شاء الله بالهجوم، قلب دفاع العب اذا كانت مباراه صعبه، هجوم قوي ضدنا، وان شاء الله اشد حيلي بكل المباريات. ان الكره اتابعها من انا صغير والعبها من انا صغير شيء. يعني انت حاب الكره من زمان يعني؟ ايه. زين، كره القدم يعني اللعبه الشعبيه الاكثر في العالم، يعني الاعداد كبيره توجه لهذه اللعبه، شلون تثبت نفسك في التشكيله الاساسيه؟ طبعا لازم اول شيء اجتهد في التمرين وأدي بالمباراة. ما شاء الله تأدي بكل مباراة؟ أكيد. زين، شوفك ما شاء الله يعني أنت حارس مرمى نادي اليرموك، سبب اختيارك لهذا المركز؟ لأن يعجبني لما أنط وأروح وأصد، مرات أنه صعب تكون لاعب تتوتر، بس حارس تقود الفريق. يعني أنت تشوف أن الحارس هو قائد الفريق وهو نصف الفريق الفعلي صح؟ إيه. بس لازم الحارس يكون هو يعني الدورة كبير بحيث أنه ما تدش عليه جول صح؟ صح. زين، واذا دخل عليه جول يعني اكيد الحارس يكون مو متفاهم مع الدفاع، او ممكن الحارس يكون في ضعف عنده، تكون عنده اخطاء مرات عادي، بس لازم يتعلم من اخطائه. صح، ويتفاهم مع الدفاع اهم شيء، انت اللي تقودهم. ايه. كلمني عن يعني اكثر الحراس عندهم فوبيا من الكره، يخافون من الكره، فشلون الواحد يتغلب على هذا الخوف؟ لازم يتمرن على الشيء هذا، يتمرن فيه ويواجه الخوف عشان يتغلب عليه. صح، اكيد لازم يواجه الخوف. انت ما تخاف من الكره؟ لا اكيد ما اخاف. تقط نفسك وتصد الكره؟ اكيد. كم مره انقذت الفريق؟ وايد. ايش كابتن؟ بعد ما شفنا معكم اعزائي المشاهدين احداث حلقتنا لهذا اليوم، وصلنا معكم الى الختام، نشوفكم باكر في حلقه جديده، مع السلامه.